تنبيه من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية الساعة 6 من مساء اليوم. الولايات المعنية سكيك دعنابة وولاية طارف تساقط أمطار رعدية أيضا معتبرة محليا بداية من منتصف الليل لتستمر إلى غاية يوم غد الأربعاء. الولايات المعنية نمسان سيدي بلعباس عيد عين تيموشنت وهران مستغانم شلف غليزان وولاية معسكر.